لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد. بفستان ابيض جميل ولكن مؤخرتك بارزة جدا. مؤخرتي انا بس مؤخرة الفنانات كلهم تقريبا، بس هنا يمكن مؤخرتي مميزة، يمكن عشان كده. نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك برومو لحلقة ظهرت بها عبر قناة الرشيدة العراقية، والتي ستذاع ليلة رأس السنة 31 ديسمبر الجاري. وخلال ظهورها في البرومو دافعت رانيا يوسف عن نفسها بعدما اتهمها المذيع العراقي بأنها تحاول إثارة الجدل بإبراز مفاتن جسدها بارتداء فساتين مثيرة، وقالت ربما قد تكون مؤخرتي مميزة شيئا ما. وتعرضت رانيا جراء نشرها للفيديو لهجوم كبير من جمهورها بسبب ردها على المذيع العراقي، ونالت الكثير من السباب والشتائم بسبب حديثها. لا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس لكي يصلك كل جديد.